أهلا بكم في قناة كنوز النفس، وإليكم بعض حقائق علم النفس التي تفسر السلوك الإنساني وتعين على فهم الحياة. سر السعادة ليس في اللهس وراء ما ليس عندك، ولكن في الاستمتاع بالمتاح لديك. تعلم الفرق بين من يسألون عنك في وقت فراغهم وبين من يفرغون أنفسهم لكي يسألوا عنك، وعندها ستعرف من هو الجدير بصداقتك. هل يمكن أن تدعو لصا لتناول العشاء معك في بيتك؟ فلماذا إذن تستضيف الأفكار السلبية في عقلك لتسرق سعادتك وتؤرق حياتك؟ بعض الناس يضيعون الذهب أثناء البحث عن الحجارة. حتى يومنا هذا في عيد الحب من كل عام، تستقبل مدينة فيرونا الإيطالية حوالي 1000 رسالة حب مكتوب عليها إلى جولييت. الشخص الذي يحب الشتاء هو شخص مثقف واسع الخبرات، ولديه حنين قوي للماضي كتوم للأسرار، لكنه من الصعب جدا أن يمنح ثقته لأحد. كل ما يحدث في حياتك فهو يحدث نتيجة اختيار قمت به في مرحلة سابقة من حياتك، فإذا أردت نتائج مختلفة فقم باختيار مختلف في المرة القادمة. الشخص الحيي لديه علاقات اجتماعية محدودة وقليلة جدا من حيث العدد، لكنها من النوع الجيد البالغ القوة. 44% من الطلاب يبدأون المذاكرة وبعد مرور أقل من 5 دقائق فقط يصابون بالملل ويبحثون عن شيء آخر يأخذهم بعيدا عن الكتاب. أثبتت الدراسة أن التعرض لقسط يومي من أشعة الشمس وقضاء وقت أكبر في الهواء الطلق يحسن المزاج ويرفع من جودة النوم ويقلل من خطر الاكتئاب. الشخص النرجسي هو ذلك الأحمق الذي يتلذذ بإذلال وازدراء وإيذاء حتى من يحبه. الشخص الذي يحب الملابس فاتحة اللون تجده منفتحا وسخيا ومتفائلا. المرأة تقتنع بكلام الرجل الصادق الواثق الأنيق، كما أنها تتفوق على الرجال في تمييز الشخص الصادق من الكاذب كثيرا. كثرة الأصدقاء قد تؤدي إلى تقلب المزاج وعدم استقرار الحالة النفسية، لأن كل صديق له شخصية وطباع مختلفة فيجعلك في حاجة إلى تغيير طريقة التعامل بشكل مستمر، مما سيرهقك ذهنيا وانفعاليا، وفي النهاية تصاب بالملل لدرجة الرغبة في قطع بعض هذه العلاقات. أحد أنواع الخوف المرضي يسمى تيستوفوبيا، أي الخوف من الامتحانات، بحيث يشعر الشخص بالقلق الشديد والتوتر وضيق التنفس كلما تذكر اقتراب موعد الامتحان. الشخص النرجسي يتقبل الأطعمة مرة المذاق، أما الشخص العطوف المحب للناس فيحب الفاكهة والحلوى. في أحيان كثيرة يكون الصمت أبلغ من الكلام. علماء النفس يقولون الشخص الذي يحاول أن يسعد الجميع على حساب نفسه تكون نهايته الوحدة وعدم اهتمام أحد بمشاعره. تذكر الأحداث الماضية سواء الجيدة أو السيئة يجعلك تشعر بنفس المشاعر التي كنت تشعر بها وقت حدوثها. حسب علم النفس، إذا كانت حالتك النفسية سيئة فيمكنك أن تبتسم دون رغبة داخلية في ذلك، لأن الأمر ينجح بالفعل في تحسين حالتك.
عن طريق التغذية الراجعة، بحيث يستجيب المخ ويسمح بإفراز هرمونات الرضا والسعادة. أقوى أداتين للتعامل مع المشاكل هما الصمت والابتسامة، لأن الابتسامة تحل كثيرا من المشاكل، أما الصمت فهو يمنع حدوث المشكلة من الأساس. البعض يحبون الليل أكثر من النهار بسبب خصائص جينية لديهم تجعلهم ينشطون بالليل ويشتهون الطعام، بل وربما يستمتعون بممارسة بعض أنواع الرياضة. إذا كنت تملك أشياء لا يقدر المال على شرائها فأنت أغنى من أغنياء المال، وإذا كنت في شك من هذا فاسأل من خسر صحته أو حرم من نعمة الأطفال. نفسياً، عندما يشعر الإنسان بالتعب والإرهاق فإنه يكون أكثر صراحة، ولهذا فإن معظم الناس يعترفون بأسرارهم في آخر الليل، فإذا أصبحوا ندموا ولم يصدقوا أنهم قالوا ذلك بالفعل. 3% من الناس ينامون لمدة 5 ساعات فقط في اليوم، ومع هذا فإنهم يمارسون عملهم بدون تقصير وربما أفضل من غيرهم. العاقل ينتفع حتى من جهة أعدائه، أما الأحمق فيتضرر حتى من جهة أصدقائه. البعض لا يحبونك لأن قوتك تظهر ضعفهم، ولن يرضوا عنك إلا إذا نزلت إلى مستواهم أو أدنى. بعض الناس يوقظون الوحش النائم بداخلك ثم يلعبون دور الضحية ويتهمونك بالقسوة والوحشية. إذا استيقظت من النوم فلا تنهض فجأة، ولكن تدريجيا، وإلا فقد تصاب بالدوار المخي والحركي فيختل توازنك فترتطم بأي شيء. رحلة حياتك تشبه ركوب الدراجة، بحيث يجب أن تستمر في الحركة حتى تحافظ على توازنك.